أهلا وسهلا فيكم، مساكم الله بالخير والنور والسرور في بث جديد من تطبيقات نوايا رمضان لـ2022. اليوم النية إن شاء الله حتكون نية التخلص من معيقات أي شيء يمنعنا من أني أنا أتخذ قرار. الخوف، التردد، التوتر، الخوف من الخطأ. اليوم إن شاء الله حطبق عليه التمارين. إحنا وضعنا في هذا الشهر الكريم نوايا، أربع نوايا على مدة أربع أسابيع، كل نية مختصة في هدف أو موضوع معين. نطلع في هذا البث نستفيد من طاقة تواجدنا كلنا في هذا البث ونطبق التمرين. كل أسبوع عندنا نية محددة. أول نية كانت هي نية التخلص من الخوف والقلق، ثاني نية كانت هي نية التخلص من كل معيق يمنعني أني أنا أوصل للوفرة، الوفرة في الحب، في العلاقات، في المال، في كل شيء. واليوم نيتنا نية التخلص من التردد في اتخاذ القرارات. فلو أنت عندك قرار تبغى تتخذه أو موضوع عالق عندك، ضع نية اليوم أنك من خلال هذا التمرين تقدر تتوصل للقرار الصحيح والقرار المناسب لك. ما في قرار صحيح، في قرار مناسب. تقدر تتوصل للقرار المناسب لك من إن شاء الله خلال هذا التمرين تفك عندك أي بلوك أو أي معيق يمنعك من الوصول لهذا القرار. طيب، وحيبقى عندنا الأسبوع الجاي اللي هو آخر تمرين، حيكون نية أي هدف أنت تبغاه. يعني في كتير ناس قالوا حطي هدف، حطي نية للزواج، حطي نية للوظيفة، حطي نية للمال. الأسبوع الجاي حتكون النية مفتوحة لهدف محدد، فأنت اختار الهدف وأطلقه. ولكن كلنا حنشتغل على أهداف. يعني أنا عندي هدف، أنت عندك هدف، كلنا كل واحد حيختار هدفه ويطبق التمرين. أوكي، أهلا أهلا وسهلا فيكم جميعا. يلا مستعدين؟ تبون نبدأ؟ يلا. أيوة، هذا السؤال تكرر عندي كثير، هل ممكن أؤدي التمرين وأنا مستلقية؟ نعم، ولكن الأفضل أنك تكونين قائمة عشان تكونين مستشعرة ومركزة. التمرين يحتاج تركيز، طيب، مش استرخاء بقد ما أنه تركيز. أوكي، تقدرين تسوين أنت مستلقية، التمرين حيشتغل معك، بس الأفضل أنك أنت تكونين مركزة. كل عام وانتي بخير. شكرا شكرا حبيبتي، شكرا. طيب خلونا نبدا. اول شيء لما نجي نتكلم عن اتخاذ القرارات، الموضوع جدا متشعب، بس ايش اللي يمنعني اني انا اتخذ قرار، او ايش اللي يخليني انا اتردد؟ سبب واحد، ممكن في عده اسباب، بس في سبب واحد غالبا غالبا غالبا، اخاف اني انا اختار القرار الخطا، او اخاف اني انا ما يكون هذا هو القرار الصحيح. ففي المجمل الواحد لما يخاف من اتخاذ القرار يكون عنده خوف من انه يقع في الخطا، او انه هذا القرار يكون خاطئ. طب ماذا لو انا تخلصت من هذا الخوف وصرت شخص مجازف، صرت شخص شجاع؟ حتكون قراراتي اسرع، صح؟ طب ليش أنا أخاف أني أنا أتخذ قرار خاطئ؟ يمكن أنا كنت أعاقب على أشياء خطأ أعملها، يمكن أنا كنت ألام أو أؤنب على أشياء خطأ كنت أعملها، فصار الخطأ عندي مرتبط إما بتأنيب أو بخوف. أوكي؟ فغالبا تكون المشاعر المرتبطة للأشخاص اللي عندهم خوف أو عندهم تردد في اتخاذ القرارات إنه ما يبغى يغلط، وإنه يخاف إنه يغلط، لأنه إذا غلط ممكن يؤنب، فما يبغى يؤنب. وإذا ما كان يؤنب من أطراف خارجية نلقاه يؤنب نفسه. أوكي؟
خلونا نطبق التمرين. اول شيء راح نبدا بتنفس القوة، وبعدين حنبدا بالتمرين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدا باليد اليمين تحت الترقوة اليمين. كل اللي راح نضع نية انه نسال الخالق في وجودنا معنا اليوم، عندنا فوق 100 شخص، نسال الله تعالى انه يساعدنا انه احنا نتخذ قراراتنا بشكل سليم، بشكل متزن، بمشاعر متزنة، وانه يدلنا دائما ويرشدنا على الخيار الصحيح والافضل لنا. ونسأل الله أنه نستفيد من وجودنا اليوم واجتماعنا اليوم في تطبيق هذه التقنيات. ولو أنت ما كنت معنا اليوم وشاهد هذا وتشاهد الفيديو هذا بعدين، أيضا نسأل الله تعالى أنك تستفيد من طاقة كل الموجودين ونخدم بعضنا البعض. يلا راح نجيب يدنا اليمين تحت الترقوة اليمين بهذا الشكل تحت العظمة. راح نبدأ بالطرق على هذه النقطة، وراح نأخذ نفس عميق، نطلع نص، نطلع كله، ناخذ نص نفس، نطلع. ممتاز. راح اسكر يدي بهذا الشكل، ابدا بالطرق واخذ نفس، اطلع نص، اطلع كله، اخذ نص نفس، أطلع. اليد المغلقة راح تنتقل للطرف الثاني، راح أبدأ بالطرق وأخذ نفس، أطلع نص، أطلع كله، أخذ نص نفس، أطلع. ممتاز. راح أفتح يدي بهذا الشكل، أبدأ بالطرق وأخذ نفس، أطلع نص، أطلع كله، أخذ نص نفس، أطلع. ممتاز. راح أنزل يدي اليمين وراح أجيب يدي اليسار تحت الجهة اليسار، راح أبدأ بالطرق وأخذ نفس، أطلع نص، أطلع كله، أخذ نص نفس، أطلعه. راح أسكر يدي بهذا الشكل، أبدأ بالطرق وأخذ نفس، أطلع نص، أطلع كله، أخذ نص نفس، أطلعه. آخر شيء راح أنقل اليد المغلقة للطرف الثاني، أبدأ بالطرق وأخذ نفس، أطلع نص، أطلع كله، أخذ نص نفس، أطلعه، أفتح يدي نفس، أطلع نص، أطلع كله، أخذ نص نفس، أطلع. ممتاز. راح أبدأ الآن بالطرق على جانب اليد. ممكن أردد بعض التوكيدات، راح أقول أريد أن أتخلص من الخوف من اتخاذ القرارات، أريد أن أتخذ قراراتي بكل سهولة تحت الأنف، سوف أتخذ قراراتي بكل سهولة، تحت الفم، أنا قادرة أو أنا قادر أن أتخذ قراراتي بكل سهولة. راح أطرق جانب اليد، أريد أن أسمح لمشاعر الخوف أن تتحرر من جسمي، أريد أن أسمح لمشاعر الخوف أن تتحرر من عقلي تحت الأنف، سوف أسمح لمشاعر الخوف أن تتحرر من عقلي، وسوف أسمح لمشاعر الخوف أن تتحرر من جسمي تحت الفم، أنا قادرة أن أتخذ قراراتي بدون خوف، أنا قادرة أن أتخذ قراراتي بشجاعة، وحكون مركزة على شعوري تجاه اتخاذ القرار. ممتاز.
اللي جاه النوم وهو يتفرج معليش التمرين ممكن يجيب لك خمول او يجيب لك نعاس وهذا جزء من التفريغ ممتاز. اطرق جانب اليد مره ثانيه، اريد ان اسمح لمشاعر التردد انها تتحرر من جسمي. سوف اسمح لمشاعر الخوف ان تتحرر من جسمي، وانا اسمح لمشاعر الخوف من اتخاذ القرارات ان تتحرر من جسمي. ايش بعد نفكر ببلوك؟ جانب اليد، اريد ان اتقبل قراراتي الخاطئه، اريد ان اتقبل اخطائي، سوف اتقبل اخطائي وانا اتقبل اخطائي. اريد ان اكون مستعد ان اتقبل من اخطائي، ان اتقبل اخطائي، سوف اكون مستعد ان اتقبل اخطائي وانا مستعد اني اتقبل من اخطائي. أحيانا يكون البلوك عندي إني أنا مش مستعد إني أنا أتقبل أخطائي، يعني ولا عندي الاستعداد إني أنا أتعلم الدرس، فيكون عندي بلوك يمنعني من إني أتعلم الدرس، أي درس في الحياة، أي درس من قراراتي الخاطئة. فهذا التمرين حيساعدني أنا أفكك هذا البلوك. ممتاز، روعة. جانب اليد، أريد أن أكون واثقة من قراراتي. تحت الأنف، سوف أكون واثقة من قراراتي وأنا واثقة من قراراتي. الكلام اللي قاعدين تكتبونه روعة. أريد أن أكون قادرة على التقدم بكل سهولة. سوف أكون قادرة على التقدم بكل سهولة، وأنا قادرة على التقدم بكل سهولة. الأشياء اللي كتبتوها لي جدا ممتازة. أسمح لأحد أن يتدخل بقراراتي. خلينا نقول أريد أن أكون قادرة على تحمل مسؤولية قراراتي، لأن هذه نقطة جدا مهمة. تحت الأنف، سوف أكون مستعدة أني أتحمل مسؤولية قراراتي وأنا أتحمل مسؤولية قراراتي. ممتاز، رح نأخذ شهيق زفير. ممتاز، رح نقدر نطبق هذا التمرين 3 مرات في اليوم. إذا عندك أي توكيد يتعلق باتخاذ القرارات أنا ما قلته تقدر تقوله أثناء التطبيق، ولكن أنا أقول كل توكيد بحسب النقاط الخاصة فيه. أريد أن أتقبل المعارضين بقراراتي. إذا وثقتي بقرارك رح تتقبلي المعارضين، بس أوثق بقرارك. أوكي، شكرا يا أثير. طيب، وفي تعليق أبغى أقوله لكم بما أنه إحنا قاعدين نتكلم عن القرارات. اليوم أنا كتبت في بوست اللي آخر بوست نزلته، كتبت إنه أنا في درس تعلمته من السنة الماضية هو أني أنا أول شيء أستخير وبعدين أسمع صوت حدسي، أسمع صوت قلبي. طيب، فإذا أنت عندك قرار متردد فيه، أول شيء استخير. الله يخليك، أول شيء استخير، بعدين اسمع صوت قلبك إيش يقول لك. ما حد رح يعرف قدراتك الداخلية إلا أنت، وما حد رح يعرف إمكانياتك إلا أنت. ممكن كل الناس توقف ضدك وتقول لك لا هذا الشيء غلط، هذا الشيء غلط، بس أنت من جوا متأكد إنه هذا الشيء صح، ومن كثر الضغوطات تتجه للشيء الغلط. فلا تروح للشيء الغلط. إذا أنت تحس إنه هذا الشيء ما يناسبك وأنت مستخير، امشي على اللي يقول لك عليه قلبك، لأنك أنت مرافق من الله، الله بيكون معك لأنك طلبت هذا الشيء من الله. طيب، فنصيحتي لك
استخير واسمع صوت قلبك. وشكرا لكل الناس اللي قاعدة تهنئني بعيد ميلادي، شكرا لكم. البث محفوظ، الجلسة حتنزل على اليوتيوب، استمروا عليها سواء الحين سواء بعدين. الجلسة جدا مفيدة، تقنيات TFT أو التمرين اللي احنا قاعدين نطرقه ونستخدمه جدا فعال، يساعد كثير من الناس على تتخلص من المشاعر السلبية أو على الأقل البلوكات اللي تمنعها منه أنه هي توصل للهدف. التثاؤب علامة تنظيف، نعم التثاؤب علامة تنظيف. ممكن بعد التمرين تحسون بخمول أو كسل أو تعب، اشرب ماي كثير، اشربوا ماي كثير، ارجعوا عيدوا التمرين وارجعوا عيدوا تنفس ترقوة، وإن شاء الله حتستفيدون. العفو العفو العفو، شكرا شكرا للمسجات الحلوة، شكرا. سنة حلوة يا حلوة، ما هي الهدية اللي راح نستقبلها اليوم؟ إن شاء الله حتكون في هدية للجميع هاليومين، خصوصا الناس اللي تبغى تشترك في رحلة تغيير وما لحقت على الخصم المرة الماضية. المرة الماضية أعلنا عن برنامج رحلة تغيير وعملنا خصم 50% لأول مرة ووقفنا الخصم، فجو ناس قالوا طيب استني شوي، طب ما ندي الخصم، طب نبي ينزل الراتب. فإن شاء الله هاليومين راح نرجع نقدم لكم خبر حلو، ترقبوا وتابعوا على الستوري عشان تستفيدون. التثاؤب علامة تنظيف بخصوص التمرين فقط أو بكل موقف بشكل عام؟ في شيء قاعد يطلع منك، في شيء، في طاقة سلبية تفرغينها بغض النظر عن إيش هو الموقف، المهم إنه في شيء قاعد يطلع منك، وهذا شيء كويس. الله تقول أنا استعملت تمرين التركيز وقت الفاينل والحين أنا متخرجة، مرة فادني، شكرا، ألف مبروك، برافو عليك يا شاطرة، برافو عليك، شكرا شكرا لكم. اهلا يا زهور، اول مرة اجرب معاك، الله يحييك، وان شاء الله ترجعين تستفيدين من باقي الاشياء الموجودة. الجميع يستفيدوا من المواد المجانية الموجودة على اليوتيوب، قناة اليوتيوب اعملوا فيها اشتراك، كل اسبوع ننزل فيها فيديو تمرين جلسة، وفيها جلسات مجانية كثيرة. ادخلوا على www.samahacademy.com حتلقون في برنامج التحرر من الماضي، برنامج مجاني ايضا جدا مفيد. ايضا استمعوا لحلقات بودكاست نفس اللي هي عبارة عن كورسات عميقة، واعنيها كورسات عميقة لاني كل حلقة اقدمها بعد بحث، وبعد بحث عن الموضوع بشكل عميق، فلما أقدم لك المادة المادة تكون دسمة. فأنصحكم تستمعون لبودكاست نفس. اليوم كانت الحلقة نزلناها اليوم الاثنين الساعة 9 توقيت السعودية، نزلت حلقة التلاعب العقلي، وهي من أكثر الحلقات اللي أعتقد الموضوع شوية منتشر، فأنصحكم أنكم تسمعونها. أنا ما قد سويت TFT، يصير أبدأ بها الجلسة؟ نعم أبدأ بها الجلسة. تمرين التركيز موجود في الريلز، واحدة من الريلز كنت حاطة فيها التمرين. أشعر باختناق في الصدر من المشاعر وعندي عيوني صداع فظيع، اشرب الماء، اعملي تنفس ترقوة وارجع عيد التمرين. اذا حسيت انه في كلام او اي مشاعر عندك معلقة اكتبيها على ورقة وقلم حتى تطلع. انا جربت الوفرة الاسبوع الماضي، كوتش جاني وفرة في السفر، سافرت مكة وصليت مرتين بالحرم وجاتني فرصة وظيفية. يا سلام ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك ويزيدك، شكرا انك شاركتينا. لو طبقت الكتابة العلاجية وحسيت بتعب اكثر، استمري على الكتابة، هذا يعني انه في مشاعر قاعدة تطلع، اعملي تنفس ترقوة حتى يهدي المشاعر الداخلية. لو اتخذت قرار وحسيته صح والاغلب يقول انه غلط ونتائج كانت مو حلوة، كيف اثق في قراري؟ لازم تعرفين انه القرار اللي تتخذينه والمرحلة اللي تمرين فيها هذه تجربة، لو كانت صح ممتاز، لو كانت خطأ وما يعني ما كانت بالطريقة اللي انت تبغينها معناها انت تعلمتي شيء.
وهذا التعليم حيطورك، بس المهم انك ما تسمعي للناس اللي تأنبك برا، ما تسمعي ولا احد برا، لا تسمعي ولا احد يأنبك، اوكي؟ فقط تعلمي من الدرس او من القرار وامشي. اول مرة احضر جلسة لايف معك، ما شاء الله احس براحة. الله يحييك. لما اجي اركز على شعور وفرة معين، مخي يركز على نوع محدد، اقاومه ولا اخليه؟ خلي، بس راقبي نفسك. ليش يروح لهذا؟ ليش يحس انه بس هذه هي الوفرة؟ في اشياء كثيرة فيها وفرة. ما هو تمرين الترقوة؟ افتحوا قناة اليوتيوب، اكتبوا تنفس ترقوة، حيطلع لكم التمرين. ما شاء الله اسئلتكم كثيرة، يعني معليش استنوا احاول واحد واحد. تنفس ترقوة يا حبايبي طبقناه قبل شوي، التمرين طبقناه قبل شوي، التنفس هذا هو التنفس ترقوة. افتحوا اليوتيوب، اكتبوا تنفس ترقوة سماح العثمان، حتلقونه. لو نبغى ناخذ كورس تي اف تي، من فين يكون ناخذه؟ من عندي، من اكاديمية سماح. اقدم تي اف تي المستوى الاول والمستوى الثاني بشهادة معتمدة من كالهان تكنيك وسماح اكاديمي. ان شاء الله بعد العيد حنرجع نفتح الكورسات، احنا الحين متوقفين من شهرين، فان شاء الله بعد العيد حنرجع نفتح ونرجع بقوة ونستقبل ممارسين جدد. شكرا يا شمع، شكرا. نعم الكورس تصريب ممارسة معتمدة بالتي اف تي، تقدرين تقدمين جلسات للناس وتساعدين نفسك. احيانا انا ما اصدق التمارين اللي اسويها ونفسي اقتنع. شوفي انا كنت زيك في البداية، اول ما تعرفت على التي اف تي ما كنت مقتنعة، وكنت اجرب على زوجي، اجرب على اهلي، اجرب، احس انه معقول، يعني يمكن انا قاعدة اخدعهم. لكن لما بديت اشوف النتائج على الناس ويرجعوا لي، اللي كان عنده فوبيا من ركوب الطيارات صارت تركب طيارات، اللي كانت تخاف من البسة صارت البسة تنام في حضنها، عرفت ان التمرين فعلا شغالة، وبديت اشتغل على نفسي، وبالتدريج الحمد لله وثقت فيها وصرت مدربة فيها. فأعطي نفسك انك انت تجربين، جربي معانا، روحي تمرين ثاني، روحي تمرين ثالث، حسيت انك ما اقتنعتي فاين، اتس اوكي، عادي حيجي وقت المناسب اللي تقتنعين فيها. الكورس اونلاين، كل الكورسات اللي اقدمها اونلاين، حتى برنامج تعليم التي اف تي اونلاين، ما يحتاج تكون في السعودية، في اي مكان في العالم. ممكن نطبق تمرين تي اف تي على الثقة بالنفس؟ نعم، قبل 6 شهور او اكثر، يمكن سنة، كان عندي برنامج جروب كوتشينج لرفع الثقة بالنفس. كنت اخذ مجموعة من المشتركين نشتغل مع بعض كلنا على رفع الثقة بالنفس، وكان من اقوى البرامج، لانه نشتغل على الخوف، نشتغل على صدمات الطفولة، نشتغل على اشياء كثيرة. فان شاء الله اذا حابين ومهتمين ممكن نفتح البرنامج ان شاء الله بعد العيد. تعطي شهادة معتمدة؟ نعم، شهادة معتمدة من أمريكا، لأني أنا مدربة معتمدة من أمريكا. طيب فإذا حنستمر على هذا التمرين 3 مرات في اليوم إلى الأسبوع الجاي. بليز خلي عندك ورقة وقلم واكتب الأشياء اللي قاعدة تلاحظها، يعني مثلا الأسبوع الماضي الوفرة، مثل الأخت اللي سافرت وجاها عرض وظيفي أو جتها هدايا، اكتب هذه الأشياء. ليش؟ تذكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم، حتى لو كانت أشياء بسيطة. الأكنولجمنت أو الشكر الله على هذه النعم البسيطة حتخلي عقلك اللاواعي يتبرمج أوتوماتيك، لأن تركيزه يكون على الأشياء الإيجابية في حياتك. فخلي عندك ورقة وقلم، اكتب فيها الأشياء اللي تلاحظها، اكتب فيها أني أنا أحس اليوم أقوى، اكتب فيها أني أنا قادر أني أنا أتوصل لقراراتي، حتى لو هي أشياء بسيطة، معليش اكتبها. دائما تذكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم،
وحطني أنه الله يبارك لك في هذه الأشياء البسيطة. إذا كنت حاب تبدأ في رحلة تنظيف مشاعر عميقة، التخلص من الصدمات، التخلص من التأنيب، التخلص من الغضب، التخلص من جلد الذات، التعلق العاطفي، كل هذا موجود في برنامج رحلة التغيير اللي أطلقناه وتكلمنا عنه قبل أسبوعين، وكان عليه عرض 50%. حنرجع مرة ثانية نعلن عن هذا العرض خلال هذا اليومين. إذا كنت ترغب أنك تحصل على هذه الفرصة اللي ما راح تتكرر السنة الجاية أبداً، تابع الستوري وخليك معنا عشان تستفيد من هذا البرنامج. إذا عندك أي سؤال أو عندك أي تعليق يسعدني أني أنا أجاوب عليك، اكتب لي على دايركت مسج، وأشوفكم على خير بإذن الله الأسبوع القادم في نية كل شخص الهدف اللي يبغاه. إذا عندك نية زواج حط نية زواج، إذا عندك نية وظيفة حط نية وظيفة، أي نية تبغاها حطها وحنطبق عليها التمرين الأسبوع القادم، وإن شاء الله تتجلى كل نواياكم. بالنسبة لكورس التي اف تي حاليا الكورس مغلق، ما أقدمه بعد العيد إن شاء الله، وأيضا الجلسات الخاصة مغلقة لإزدحام الجدول، إن شاء الله بعد العيد حنرجع نفتح الجلسات. اللي حاب انه يسجل اسمه يقدر يتواصل مع فريق العمل ويقول له سجل اسمي في حين الاعلان عن الدورة او عن الجلسات بلغوني، وان شاء الله حيبلغوكم. اشوفكم على خير، تصبحون على خير، في امان الله.